شبيك ماما؟ لا تسأليني. شكو احكي؟ كل شيء مو زين؟ ما ادري هو زين مو زين، ما اعرف. شكو تقولي لي يا معود احكي؟ وسام راح يتزوج رويدي. ها؟ ايه. شلون؟ ما اعرف. هسه سعاد قال لك لي. انا يعني ما دا اصدق اللي دا تحكي ماما، بس عافيه اهم شيء كمال ما يعرف حتى ما تصير مشكله. اسفه هند، بس انت تعرفين كمال ووسام يعني اصدقاء المقربين، فاحنا نقول مصر مشكله افضل. اي صح، احنا اصلا البارحه عرفنا. يعني انتم تدرون؟ والظاهر ست رويده كانت تضحك على كمال ووسام سويه، جوز هذا الطبيعي مالته، والله اللي يعلم. جوز كانت ويا كمال حتى تغور وسام، بس يلا كمال خلص من عندها. والله تريدين الصدق؟ لو ما انتي احنا ما راح نخلص من عتها، والله يكفينا شرها ولا ترجع، خليها نخلص من عتها ومن مشاكلها. وفاء صوتك لا تسمع، المرة سعاد موجودة. وإذا سمعت ماما خليها تسمع. أنا كلش تعكر مزاجي. حكوا ما أسوي لي شاي. تشربون شي؟ لا حبيبتي كل شي ما نريد. أنا رايحة للسوق. وفاء تروحين وياي؟ لا يا عمر ما أقدر أروح، أنا عندي كم شغلة هنا بالبيت، أنتي روحي استمتعي. هند ماما مديحة؟ لا ماما روحي انت، روحي تونسي. كنت اتمنى اروح وياك، بس اكيد راح اعوضها غير مره. يلا تمام، انا اذنكم. شلون؟ بس فهميني شلون صار هيك، شلون؟ يربوش تحكيني لاحد، انا هنا صار ما راح احكي.